اهلا وسهلا بكل اوفياء الاذاعه القريبه منكم يد غاديو. ان شاء الله يوم جمعه مبارك نتمنوه للجميع. مرحبا بكم معنا في حلقه جديده اليوم من برنامجكم صحه وسلامه، واكيد على انه الموعد اليوم هو رفقه الاستاذ محمد الحليمي اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه. فقد بغيت نقول للعديد من المستمعين الكرام طبيعه الحال كيكونوا دائما اوفياء لنا وفي الاستماع، فهذا الصباح ثلاثة ديال الحالات لقيتهم من المستمعين الكرام عندهم ظروف أو مشاكل صحية ودائما عندهم تساؤلات لي خاصة بالنظام الغذائي، فخدوا العناء ديال السفر وكانوا هذا الصباح عندنا في المقر ديال الإذاعة. غنذكر على رأسهم أم أيمن، لأنه صراحة أثرت فيا بزاف، خدات يعني الطريق من الريصاني باش توصل هذا الصباح لمدينة الدار البيضاء، لأنه ظن منها أن الأستاذ محمد الحليمي كيكون حاضر معنا في الاستوديو، ولكن غير للتوضيح فقط فهو في مدينة العريش، وفي كل مرة كتاح ليه الفرصة كيكون حاضر معنا في الاستوديو. اما اغلب اللقاءات فهي كتكون عبر الهاتف، لانه تاثرت بزاف لما شفت التعب على الوجه ديال ام ايمن واضح بزاف، لانه قابضه الطريق وجايه والمسافه بعيده. كانت يعني الامل ديالها انه يكون اللقاء مع الاستاذ محمد الحليمي، ولكن هو ماشي في مدينه الدار البيضاء وانما في مدينه العرائش. صباح الخير استاذ الحليمي، اهلا وسهلا بك معنا. تحية ليك أستاذ عفاف، تحية الفريق العمل، تحية المستمعين الكرام، وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. شكرا جزيلا. حتى أنا بدوري كنبغي نشكر الناس كاملين اللي كيحاولوا أنهم يعرفوا الكبيرة والصغيرة على النمط الحياة ديالهم ونمط العيش ديالهم. احنا صراحة ما كرهناش نزوروا كل البيوت المغربية، والله العظيم احنا كما كنقول للناس أنا ملي كنمشي للمحاضرات كما كيقولوا لهما نحبك في الله، انا كنقول لهم احبكم في الله. ولا قدرنا الله سبحانه وتعالى راه نمشيو جميع المناطق المغربيه. الهاتف ديالي راه اشاره ديال مؤسسه ميد راديو ولا المستمعين والمستمعات، فاش كتكون الظروف الناس يقدروا الظروف، لان راه كاين واحد الكم هائل ديال الاتصالات، فاش كيكون حتى حنا الفرصه وفاش كتكون الظروف مواتيه راه كنجاوبوا على الاسئله ان شاء الله باذن الله. نعم، وانا وعدت ام ايمن ان شاء الله اكيد غادي نجاوب على التساؤلات ديالها. خديجه ايضا استاذ الحليمي، لانه جات من مدينه الرباط، كانوا ثلاثه ديال الحالات هذا الصباح، فصراحه لقيتهم في الباب ديال المقر ديال الاذاعه، وصراحه حتى انا كنحس نوعا ما بالاحراج، كنحس بالتعب ديال هذوك الناس، لانه الانسان كيقول لك انا الليل كله ما شفتش النعاس لانه قابض الطريق باش هذا الصباح نكون مع الموعد ديال البرنامج نكون. فصراحه كتاثر بزاف استاذ الحليمي، وام ايمن اثرت فيا لانه الحاله جايبه هاد الوليد اللي صغير بزاف السن ديالو، ما كيقدرش على التعب ديال السفر، ما كيقدرش على التعب ديال السهر نهائيا، وكان مرافقها في الرحله ديالها من الريصاني لمدينه الدار البيضاء. فان شاء الله ام ايمن غادي تسمعي الاجابه على الاسئله ديال كلها من خلال برنامج صحه وسلامه. غير خليك وفيه لينا دائما، وعلاش لا، ربما الى تحت الفرصه استاذ الحليمي في البرمجه اللي هي خاصه بالجوله اللي كتقوموا بها، فاحنا دائما كنعلنوا على المواعيد، وان شاء الله الى كان لقاء مع الناس ديال الريصاني فاكيد بالتاريخ غادي نعلنوا عليه من خلال برنامج صحه وسلامة أو لا؟ أكيد استاذ عفاف، فعلا في الجولة اللي غنقوم بها أن غادي نستأنفوا إن شاء الله الجولات إن شاء الله بإذن الله. وبالمناسبة نهار 13 في شهر هذا في أكتوبر غادي يكون إن شاء الله الدور على مدينة بوزنيقة. نعم، إن شاء الله في دار الشباب مع 5:30 ديال العشية إن شاء الله، يعني نهار 13 أكتوبر في دار الشباب، ما يعني كتجي الجمعة، الجمعة يعني اللي حنا فيها دابا اليوم، لا الجمعة المقبلة إن شاء الله بإذن الله في مدينة بوزنيقة، على أساس أنه يوم السبت غادي نرجع لطنجة، ولكن ماشي غتكون محاضرة، غيكون نقاش بمناسبة اليوم العالمي للتغذية. ديك الساعة إن شاء الله نعطيو للناس شنو الخلاصة اللي خرجنا بها، لأن يعني تما غادي يكونوا مختصين يعني من أمهر ومن أحسن المختصين ذو التوجهات الصحيحة، ماشي القبعات التجارية اللي غادي يكونوا إن شاء الله. شخصيا غادي نكونوا جوج اللي غادي نديروا محاضرة خاصة بالناس المهنيين ديال المجال، اللي غيكون واحد الشخص اللي هو اختصاصي في التغذية معروف، تقريبا السن ديالو وصل السبعينات، معروف في اوروبا كامله، ما نحتاجش نذكر الاسم، ولكن اسم معروف جدا في اوروبا كامله، وان شاء الله احنا نمثلوا المغرب باش نحاولوا نحتفلوا بطريقتنا بهذا اليوم العالمي للتغذيه. على اساس ان من بوزنيقه لطنجه، من طنجه لغد ليه غادي نكون في مكناس ان شاء الله. يوم 15 غتكون عندنا اليوم 15 اكتوبر ثوره في مدينه مكناس بعنوان تاثيرات التكنولوجيا على الصحه ديال الانسان.
على اساس الاسبوع اللي وراه ان شاء الله لو 22 اكتوبر غادي نكونوا في مدينه الرباط ثوره اخرى بعنوان اطفالنا امالنا. غادي يكون ورشه كيفيه تحضير بزاف الاشياء للاطفال، وغتكون دوره خاصه بالاطفال ان شاء الله باش هكا نحاولوا نوصلوا لكل المناطق. فانتظار اننا نوصلوا ان شاء الله للمدن، كاينه برمجه مكثفه ان شاء الله للمدن المغربيه، وحنا درنا الاسبقيه للمغرب، من بعد ان شاء الله عاد ننتقلوا للدول الاخرى. الوغ ان شاء الله كاينه برمجه مدينه وجده، كاينه مدينه العيون، كاينه مدينه الدخله، كاينه مدينه اكادير، كاينه مدينه الرشيديه، هادو كاملين ان شاء الله كاينه برمجه خاصه بهم على اساس اننا غنمشيو للشرق والجنوب باش نركزوا عليهم، لان في الجوله الاخرى حاولنا نركزوا على المنطقه الشماليه والوسط. هذه المره الجوله الثانيه والشطر الثاني غادي يكون مركز ان شاء الله على الشرق والجنوب ان شاء الله باذن الله. وكنتمنوها جوله موفقه ليك استاذ الحليمي ان شاء الله يا رب. اليوم شنو اكثر النقاط اللي غادي نركزوا عليها استاذ الحليمي؟ نعم اليوم غنديروا حلقه خاصه بخصوص لان نهايه ديال الشهر. نعم. وتعودنا ان مع المستمعين ديال ماد راديو اننا في نهايه كل شهر نديروا حلقه خاصه، حلقه مفتوحه حول المواضيع اللي تم اثاره ديالها، ربما لان الانسان مهما قال ما يمكنش يقول كل شيء، كتبقى بعض النقط عالقه، كتبقى بعض الاسئله تحيط مخيله ديال المستمعين والمستمعات، خاصة فيما يخص الأطفال في الصحة العامة. يعني إحنا رهنا الإشارة أن إن شاء الله بإذن الله إلا قدرنا الله نجاوبوا على جميع الأسئلة في حلقة مفتوحة إن شاء الله في هذا الشهر. يا رب إن شاء الله. غير باش نوضح للمستمعين الكرام، فإحنا في التاريخ راه في بداية الشهر، ولكن بالحساب ديالنا للحلقات إحنا كنكونوا في النهاية ديال الأسابيع، يعني اللي كتكون فيها مجموعة ديال المواضيع اللي كنطرقوا ليها. غادي نبداو لو سمحتي أستاذ الحليمي بالحالة ديال أم أيمن، صراحة اللي كيف ما قلت لك خذت العناء من الريصاني لمدينة الدار البيضاء، وعندها مجموعة ديال الأسئلة. أول حاجة كانت عندها قرحة على مستوى المعدة، كان تأخر في التشخيص، وقالت أنها بقات كتاخذ أدوية اللي هي ربما ماشي العلاج المناسب لمدة ديال 3 سنوات، الحالة ما تحسناتش نهائيا، تصابت بنزيف داخلي على مستوى المعدة، من بعد بان عندها فقر الدم، بان عندها مشكل خصوصا على مستوى الكريات الحمراء، لأنها قالت وصلت لواحد الدرجة ديال ولات كطيح كتغيب، البنية ديالها حتى إلا شفتيها ضعيفة بزاف، وداك الاصفرار على الوجه ديالها، وداك التعب اللي كيكون الهالات، يعني الكثير من العلامات اللي هي واضحة على أستاذ الحليمي. من بعد ما تم التشخيص قالت استعملوا لها المنظار، وكانت فحوصات اللي هي كثيرة، دابا كتاخذ واحد العلاج، ولكن الطبيب نصحها على أنه راهي لا النظام الغذائي ما كانش مواتي، الدواء ما غيعطيها حتى شي نتيجة بهذه العبارة. فهي كتسولك دابا على مستوى قرحة المعدة أستاذ الحليمي، وهي قالت أنها في واحد المرحلة اللي حتى لما شرح لها الطبيب قال لها بما أنه التشخيص ما كانش في محله من الأول، الآن بحال ولا المرحلة اللي وصلت لها مرحلة متأخرة نوعا ما. وقالت على أنه دابا لحد الآن أستاذ الحليمي حتى الماء ما كتستحملوش المعدة ديالها. نعم هو استاذ عفاف باش نحطوا الناس في المسار ديال الامل. نعم. ممكن نرجعوا من اقوى الحالات المرضيه. الله يعطيكم الخير، لان الا امنا بهذه الفكره هذه، اول حاجه خصنا نامنوا بهذه الفكره، ثاني حاجه ان خاصو يكون عندنا واحد الثقه في الله سبحانه وتعالى، ونورمالمون خصها تكون هي الاولى ان الشفاء ممكن اننا نوصلوا له. نعطي مثال بسيط جدا. سيدنا ايوب، انا كنقول الناس اللي مرضين مهما وصلتوا للمرض ولو مره في الاسبوع حاولوا تقراوا قصه سيدنا ايوب. ونذكر انني نقرا القصه من واحد المصدر، ماشي لان كاين بعض القصص الان تحكى بطرق لا علاقه بالجانب الديني. الوغ نقرا القصه ديال سيدنا ايوب بطريقه علميه، شنو غنلقاو؟ غنلقاو ان مهما وصلت الحاله ديالك ما غاديش توصل للمعاناه اللي كانت عند سيدنا ايوب. والله سبحانه وتعالى كيقول نحن نقص عليك احسن القصص، علاش؟ باش تعرف راسك انت مهما وصلتي السرطان ولا 5 و6 الامراض ما غاديش توصل للحاله ديال سيدنا ايوب. اذا شنو غنستافدوا من القصه؟ ان سيدنا ايوب داز واحد المعاناه، انت راك كائن بشري، وعلاش الله سبحانه وتعالى وقعوا بزاف ديال القصص واختار هذه القصص باش يحكيها لنا فين؟ في اللوح المحفوظ اللي هو القران الكريم. هذا الشيء ان دل على شيء، انما يدل على ان يجب ان نستنبط ونستخرج الحكمه من هذه القصه هذه. في الاخر الله سبحانه وتعالى مين بغى سيدنا ايوب يرجع للصحه ديالو شنو عطاه؟ ماء باش يشربه وماء باش يغتسل به. اذا هنا شنو كنقول؟ اول حاجه الناس اللي عندهم مشاكل الجهاز الهضمي، باش نكون واضح مع المستمعين ونكون واضح في هذه النقط هذه، باش بالنسبه لنا حنايا الطابوهات ما حنا كنقولوا خليوا ذاك الجمل راقد، لا الجمل خصو يفيق ما بقاوش نخليوه راقد. شرب الماء، شرب الماء كيعطي واحد، لان حنا الجسم ديالنا، الناس كيقولوا لا الجسم ديالنا 70% ماء، 70% ماء، ولكن اكست انتخا سيلولار،
خارج الخلية. نعم. أما داخل الخلية 90% ماء. هذا شنو كيعني؟ كيعني أنك قبل ما تبدأ أي علاج لا في الدواء ولا في التغذية، الدواء ما غيدير حتى حاجة. نعم. التغذية ما غدير حتى حاجة. خاصنا نجمعوا واحد المنظومة، خاصنا نبداو براسنا حنايا. كنقولوا حنا البسيكوسوماتيك، الجانب النفسي والجانب العضوي اللي هو الجسم ديالنا. فالماء كيبقى عنده دور في الصحة العامة واحد الدور لا يتخيل، هو الماء. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. فيزيولوجيا المسألة حية، الجسم ديالنا مسألة حية، أي حاجة فيها الحياة فيها الماء. إذا أنت في التخيل ديالك لا بالنسبة للمريض ولا بالنسبة للمختص، مي تبغي تعطي لشي واحد سياسة علاجية، فركزوا على الأشياء القوية. أول حاجة نبداو بها هي الماء. مي كنقولوا شنا مي كنجبدوا الماء، عندنا طابوهات أن الناس غا كيبدا يسمع الماء كيفكر في ماء معدني. أولا مصطلح الماء المعدني، لأن كاين بعض المسائل كنشوفوها كأن هذا الماء غيشربوا الإنسان واقيلا غادي يرجع من ما عرف منين من المرض غيرجع لهذه. الماء المعدني كل ما الفرشات المائية اللي كاينة على وجه الأرض فهو ماء معدني. لأن حنا عندنا في الجسم ديالنا واحد البالونس إلكتروليتيك، الميزان ديال المعادن، لا يضمنه إلا الماء. إذا أنت ملي غتاخذ ماء راه لو ما كانش فيه المعادن ما عندك ما دير بهذا الماء. إذا أنت لا نبض في حياتك أي فرشاة مائية في العالم، الناس غيقولوا لا مشكل ديال المعدة، السيد هذا ولا كيهضرنا على الماء، باش نربطوا العلاقة المباشرة. الناس الآن دابا كياخذوا ماء معالج بطريقة ما غاديش نهضر عليها، ولكن طرق العلاج ديال الماء تؤثر على حموضة المعدة. نعطي مثال بسيط، الكلور مثلا. الكلور يؤثر على حموضة المعدة، لأن احنا المعدة ديالنا فيها HCl، حمض الكلوريدريك، هذيك الحموضة ديالها. إذا الناس اللي عندهم مشكل ديال الجهاز الهضمي والمعدة، أحبذ أن يشوفوا ماء يكون ماء جيد. وجميع المناطق المغربية ونواحي المناطق المغربية فيها ماء المنابع. مثلا دابا نعطي مثال، هنا في نواحي العريش كنمشيو نسقيو حنا بحال اللي كيسقيو الناس القدام. تهز السياره ديالك وتهز الموت تمشي وتجيب الموت. هذه انا كنهضر على مسائل شخصيه باش نتقاسمها انا مع المغاربه. فالناس اللي عندهم مشكل ديال المعده الله يعطيكم الخير، قالت لا كتشرب الماء كيضرها، باش ما نوصلوش لهذه الحاله يجب انها تكون سياسه علاج بالماء، ماشي بهذه الطرق. راه غادي نهضروا على الفورتكس وغادي نهضروا على الفيتاليزاسيون. هذا العام ان شاء الله غتكون اشياء مكثفه على الماء، والناس غيلاحظوا ان المستوى اللي هضرنا على الماء في العام اللي فات ماشي هو اللي غنهضروا، باش هكا يكون ربما نفس العنوان ولكن المستوى الثاني والمستوى الثالث. اليوم هذا العام هذا ان شاء الله غنهضروا على لافيتاليزاسيون ديال الماء، كيفاش نخليو الماء يكون ماء حي. فالناس اللي كياخذوا الماء خاص يكون ماء جيد، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه ان الناس اللي عندهم، حنا المعده ديالنا دايره بحال واحد الكيس عنده لا بتيت كوربيغ ولا غروند كوربيغ. اغلب الناس اللي عندهم مشاكل دابا عندهم في لا غروند كوربيغ، هذا شنو يوحي؟ والمعده حنا فيها بكتيريات منها الاش بي ليليكوباكتير بيلوري، الجرثومه الحلزونيه. فالجرثومه الحلزونيه كتزيد باش ملي كيكونوا تخمرات على مستوى الامعاء، لان كاين الكونديدوز، والكونديدوز كتعطينا الاسيتالديد، والاسيتالديد مي كيكون في الجسم كطلع لنا حتى الاش بي ليليكوباكتير بيلوري. مساله بسيطه جدا، علاش عندها فقره الدم؟ علاش كاين فقره الدم مي كتكون مشكل المعده؟ الناس دابا اللي كياخذوا لي زونتي انفلاماتوار نون ستيرويديان راه كيعرفوا ان الطبيب كيعطيهم واحد الدواء من اجل انه يحمي المعده. علاش؟ لان كاينه واحد العوامل من الكوكس 1 والكوكس 2، هادو كيخليو المعده تطيب. باش ما تطيبش هذه المعده، لان المعده الى طابت كما عند الاخت، نعم، المعده مي كطيب وسط منها كاينه واحد فاكتور انترانسيك سميتو كيشد معاه فيتامين بي 12. الا كان عندك المشكل انت في المعده، فيتامين بي 12 ما غيكونش بشكل جيد. فيتامين بي 12، نعم، مع الفيتامين بي 9 مع الحديد مع الزنك مع النحاس، هادو هما اللي كيصنعوا الدم اوتوماتيكيا. مي يكون عندك مشكل في المعده، عندك مشكل في فقر الدم. علاش؟ لان بي 12 ما كيوصلش بالطغمي ولا من ضمن فريق عمل الدم، وهيك مشكل ديال الفقر الدم. اذا سياسه شرب الماء تكون ماء جيد، تكون تغذيه جيده. وبالنسبه لهذا المشكل ديال فقر الدم، غير يتحل المشكل ديال المعده
من بعد كيولي فيتامين بي 12 مزيانه، وممكن التصنيع ديال الكريات الحمراء يكون مزيان. اما اي واحد عنده مشكل ديال المعده، شوف الناس اللي عندهم الجرثومه الحلزونيه كتبقى عندهم فقر الدم. علاش؟ لان فيتامين بي 12 ما كيتمش الوصول ديالها بهذا الفاكتور انترانسيك حتى الامعاء. اذا بالنسبه لي انا جميع النصائح اللي كنهضروا عليها لو جون، الناس ربما كيقولوا العكس، لو جون الناس اللي عندهم هذا المشكل، والاخت اللي عندها، اذا تقدر تصوم غتكون جيد جدا. علاش؟ لان الصيام هو من يعدل درجه الحموضه. وان شاء الله في القريب العاجل نهضروا على هذه المساله ديال الحموضه ديال المعده، وهذا اللي كنسميوه حنا الحرقه ولا قرحه المعده. نعم. واخا غادي نمشيو نبداو نستقبلوا المكالمات ديال المستمعين الكرام باش ناخذوا الاسئله ديالهم ونجاوبوا عليها في حلقه مفتوحه اليوم. رفقه الاستاذ محمد الحليمي، اخصائي التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه، ودائما برنامجكم صحه وسلامه على ميد راديو. غادي نستقبلوا في مكالمة معنا أم خديجة من أسفي. مرحبا بك أم خديجة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جمعة مباركة إن شاء الله. علينا وعليك أم خديجة، أهلا وسهلا. وأخيرا وأخيرا نهضر معكم اليوم. مرحبا بك، أهلا وسهلا. الصراحة اللي شد لي الخط راه محدود والله العظيم. مرحبا بك. شوف دائما يلا شوف غير افطار دي حسن الظن وحسن النية وتوكلي على الله. أم خديجة غيقبط لك الخط. سبحان الله، الله العظيم لنيت بصح نيت. مرحبا بك، تفضلي. كنتكلم على الاستاذ محمد الحليمي. شكرا جزيلا، شكرا. كنتمنوا ليه الخير، واخا كنديروا اخطاء بزاف، ولكن حنا عارفين كنخطئوا. نعم. ولكن كنحس براسي فات الفوت، نبقى عندي ما ندير الصراحه. لا ان شاء الله خير، ان شاء الله. نعم. انا هادشي اللي قالت السيده اللي قلتي على المعده، هادشي اللي وقع ليا دابا، انا حامله واللي كليته ما كيبقاش ليا في، يعني غير كيهود ليا المعده بحال اللي واكل الحجر. نعم. شحال الحمل ديالك، شحال وصل دابا؟ تقريبا غنكون في 4 شهور دابا، غنكون كملت 4 شهور ولا قريبا نكملها. دابا انا اللي مأثر علي كنقول انا تزيانين، راه ربما الله اعلم شنو غيوقع فيا. لا ان شاء الله، لا ان شاء الله خير ان شاء الله. نعم. ام هذا الحمل ديالك الثاني ولا الثالث ام خديجه؟ بما انه ام خديجه اذا عندك بنيته. عندي هذا الرابع ان شاء الله. هذا الحمل ديالك الرابع. نعم. ودائما كانت كتوقع لك نفس الحاله ولا هذه الحاله اول مره؟ انا بغيت نسول محمد الحليمي، نقول لي انا ملي كنت صغيره عندي 3 سنين اييه ناكل التراب ملي كنت صغيره اييه، ونعس بالسبيطار وليت لاباس وخرج، وملي خرجت بقيت كناكل عندنا مرات شي حاجه بحالو، وفاخر كنت كناكل. والصراحه تقال كثره ملي كنت حامله بنتي الاولى. دابا باقي هذا المشكل؟ باقي الان كنحس براسي بحال الفاخر، داكشي كنحس باغا نمشي ليه، باقا عندي الرغبه فيه، باغا ناكل داكشي ديال التراب، ولكن عارفه براسي كنقول راه هادشي ماشي مزيان. نعم. واخا. ولكن دابا عندي عندي السخفة وليت عندي الدوخة، وباغا كل ست مع الصباح كنطيب عا كنفيق، يعني أنا لاباس عليا. كنشور واحد شوي كنرجع كنعود باغا غير نعس، وكنبقاش نقدر نوقف حكو على الطاولة ديالي، كنولي غير نتكي بحالوك. نعم. شكون اللي عايش معاك في الدار، غير الزوج ديالك ولا معاك الأسرة؟ لا غير أنا وزنيات ديالي والزوج ديالي، ما عنديش، عندي الله سبحانه وتعالى، وما عنديش باش نمشي للطبيبة دكتور، والله العظيم ربي اللي مطالع بالحال ديالي. واخا أم خديجة. واخا ام خديجه غنجاوب على السؤال ديالك ان شاء الله، والف شكر لك ام خديجه تواصلتي معنا. اذا كان سبق وتكلمنا على هذه المتلازمه، كنتذكر كنظن انها متلازمه بيكا. اييه استاذ الحليمي، وشكرا جزيلا لانه كنتي من اوائل الناس اللي تكلموا عليها. هادو وليدات او حتى ناس ولا اشخاص بالغين اللي ربما ديك الرغبه ديالهم كتكون في تناول اشياء اللي كتجينا احنا غريبه. هادو ناس اللي عندهم الرغبه وعندهم الشهيه انها كياكلوا مثلا التراب، كياكلوا الغسول. نعم. طباشير الفاخر. نعم. ربما انا شفت نساء استاذ الحليمي اللي كتمشي للجير اللي كيكون في الحيط وكتقشرو. نعم. كتقشر الحيط. نعم. يعني داك الجير وكتاكلو. فهي سولات واش دابا هاد الحاله اللي كانت هي قالت من العمر ديال 3 سنين وهي كتاكل التراب وكتاكل الفاخر، فسولات واش هي دابا اللي مأثره ليها على المعده. نعم. اولا كنحييك استاذ عفاف على هذا الالمام، لان ماشي سهل يكون انسان عنده هذا الالمام هذايا، وهذا الالمام الحمد لله كيعطي البرنامج واحد واحد قيمه مضافه. ومنكم نستفيد استاذ الحليمي. لا احنا فقط نتبادل استاذ عفاف، لان صراحه الصحفي كيلعب دور كبير جدا اخراج المعلومه الصحيحه وبالطريقه من انسان اللي كيكون. وهذا مادام الحمد لله البرامج ديال ماد راديو والصحه والسلامه واحد النجاح الا وراجع لكم انتم. علاش؟ لان البترول ها هو بترول، ولكن باش نخرجوه خاص اللي يعرف يخرجوا. الذهب ها هو ذهب، لكن باش نخرجوه خاص اللي يعرف يخرجوا، لان هو كاين ذهب كاين في العالم كامل، ولكن اذا ما كانش عندك دي تكنيك
ما عندكش تقنيات باش تخرج الذهب، راه هو كاين الذهب ولكن ما كاين اللي دابا يمشي يتسارى واحد يلقى الذهب واحد ما يلقاش. اذا بالنسبه لنا حنايا اخراج هذه الاشياء وهذه المعلومات للوجود راجع للتضافر الجهود وراجع للالمام ديالكم استاذ عفاف، لان صراحه انا شخصيا من الصحفيين اللي كيعجبني نخدم معاهم. شكرا استاذ عفاف. علاش؟ لان يعني انسان كيحسك بالراحه وبحال الا راك في الاستوديو. شكرا جزيلا. هذه المساله هذه يجب اننا نعترفوا بها وكل واحد خصنا نعطيوه الحق ديالو. شكرا جزيلا. الوغ بالنسبه لهذا لو سيندروم دو بيكا. نعم. لو سيندروم دو بيكا ولا متلازمه بيكا هي واحد المتلازمه باش كنعرفوا باللي الهرمونات عندها دور كبير جدا في الميولات الغذائيه، كنسميو حنا باغمي لي تروبل دو كومبورتمون اليمونتير، بحال لانوريكسي، بحال لانوريكسي مونتال، بحال بوليمي، بوليميا. الوغ هذوما كلهم نعم يكون مشكل ديال الميولات الغذائيه. الانسان كيميل للحجر، كيميل للطباشير، ربما الناس هيك هادشي كيجيهم غريب ولكن هادشي كاين. كاين فعلا. كيميل للمساله ديال الجير، كيميل للفخر. غير المساله اللي بغيت نقول انا الام خديجه، نعم، هو الحاله اللي كتعيشها دابا هي حاله، ماشي كنهضر على الميولات ديالها، كنهضر على العياء اللي كيكون عنده هاد المسائل. أيه. عاديه جدا لانها في الشهر الرابع. نعم. وفي الشهر الرابع كيكون عياء عند الام الحامل والمراه الحامل. علاش؟ لان كيكون الطفل كيستخلص ذاك الحديد ديالها باش يحاول يبني به الجسم ديالو اللي هو الجنين. نعم. داك الشيء علاش كيكون هذا العياء، ولكن انا كنقول هي قالت انا ما عنديش باش ندوز. حنا الحمد لله في هذه البلاد هذا واخا الناس اللي ما عندهمش راه كيدوزوا، لان كاينه وزاره سميتها وزاره الصحه. نعم. عندها دي جينيكولوج اللي كاينين في مستشفيات عموميه اللي تمشي تدوز فيه. يعني راه ماشي غير الحمد لله كاينين عراقيل وكاين بزاف الامور، هادشي ما غاديش ندخل فيه، ولكن هذا ما كيعنيش ان اي مستشفى الا وفيه جينيكولوج اللي ميمشي اي انسان. الوغ الام خديجه واخا ما عندهاش باش تمشي مثلا لصحه خاصه ولا هادي، الوغ كاينه يعني مراكز صحيه اللي هي ديال الدوله اللي فيها اخصائيين في الطب التوليد، لان علاش خاصها متابعه. كيكون الطفل يلا، نحن ماشي باش نخوفوها، ولكن الطفل كيكون يلا كيتكون بزاف الامور باش نشوفوا الحديد واش مزيان، حمض الفوليك واش مزيان، الوغ ضروري تكون مراقبه وما فيها باس دير ولا واحد زياره، دير واحد زياره اوليه من اجل انها تشوف الجنين ديالها، تشوفوا بليكوغرافي، كيكون واحد الاحساس زوين تشوف الوليد ديالك مزيان. دابا راه غيبدا يبان مر المرحله راه تعرفوا واش ذكر ولا انثى. يعني كتولي ذاك الفضول ديالك يخليك انك تمشي ولو تكون على زياره اوليه من اجل معرفه هذه الاشياء هذه للصالح ديالها هي وللصالح الجنين ديالها وللصالح لينا حنايا كمجتمع، باش يكون عندنا واحد الطفل اللي هو بصحه جيده. قالت انا الطفل ربما يكون كيعاني. أيه. الاطفال ولا الجنين في حمايه الله سبحانه وتعالى، حيث حنا فقط نديروا الواجبات البسيطه ديالنا، اما الحمايه ديال الله سبحانه وتعالى حمايه مطلقه 100%، غير حنا نديروا الواجب ديالنا وما فيها باس نديروا هذه الخطوه. نعم. واسمح لي استاذ الحليمي، دابا بالنسبه للامهات مثلا اللي كيكونوا في هذه الفتره اللي كنسموها الوحم، وكيكون عندهم هذه الميول كيف ما شرحتي، اما الفخر، اما التربه، اما كاين امهات اللي كياكلوا حتى الغسول، واش كيكون تاثير على الجنين؟ الجنين واش كيتقاس؟ نعم، هو استاذ عفاف التاثير قبل ما نوصلوا للجنين تاثير على الام. نعم. والاشياء اللي كتاثر على الام كتاثر على الجنين. مثلا الا كانوا لي باتمون كاردياك ديال الام راه ما مزيان، يعني ضربات القلب غير جيده، حتى البي سي اف ديال الطفل، ضربات القلب ديال الطفل غنلقاهم ماشي مزيانين. الا كان الحموضه في الدم، كاينه المشيمه كتوقي الطفل بزاف ديال الامور، ولكن الا وصلت الامور يعني صعيبه عند الام، وحنا كنعرفوا مثلا الام الحامل اللي كتكون مثلا عندها نسبه السكر طالعه ولا ديابيتيك ولا هذه، كيكون مراقبه مع الطبيب المختص وكذلك مع الطبيب المختص فيما يخص المتابعه ديال نسبه السكر في الدم. يعني احنا بالنسبه لنا اي حاجه تاثر على الام هي غتاثر على الجنين، سي نورمال هذه المساله، وداك الشيء اللي كيوصل للمعده ديال الام كيؤثر على الجنين. غير هو هذه المساله ديال الوحم لا تفهم بشكل جيد من طرف الامهات، كتكون بعض الميولات وبعض المرات علاش سولتها انا شكون اللي عايش معاك في الدار، واش كاينه الاسره ولا غير الزوج؟ يعني الاسره بعض المرات كتكون الاخت والاخت الثانيه والاخت الثالثه، وكيخليو الام انها تحس بهذا الوحم. كاين الناس اللي دوزوا المرحله اللي ما عاشوش الوحم كاع مره، بحال المراهقه. المراهقه راه تكاد تكون هي مرحليه، ولكن ملي كنقولوا للطفل راك عتعيش المراهقه، هو كيامن بهذه المساله وكيولي فريمون كيدير شي تصرفات، لانه هذا كيتسمى الجانب النفسي. الوغ الوحم جا باش يعطي اشارات للدماغ ديال الحامل من اجل انها تشهى واحد الاغذيه اللي فيها عناصر للجسم كيكون ناقص. لان يعني شنو الوحم؟
كتكون المشيمه كتدخل بهرمونات ديالها بالفيزيولوجيا ديالها للتاثير على هرمونات ديال الام من اجل تحديد وبالضبط اقول وبالضبط تحديد العنصر بالضبط اللي ناقص عند الام مش اجل انها تخدو في الاغذيه. كيكون بعض المشاكل فيما يخص الميولات كتولي الام كتميل للفاخر كتميل للطباشير كتميل للجير ديال الحيط كتميل هذه المساله. هذه بيان سور مشكل خطير ممكن ياثر اللي غادي نقولوا الام خديجه كما هي متماسكه نفسها دابا من اجل انها ما تمشيش لهذا الفخر تحاول انها تزيد تماسك نفسها والحمد لله هي وصلت للشهر الرابع دابا شي شويه غادي يفوت هذه المرحله ديال الوحم وغتولي عيش. وانا كنقول امهات الحوامل عيشوا هذه المرحله مع الاطفال مع الجنين ديالكم 9 شهور راه كتعيش واحد الاحساس رائع جدا. ونطلب من المجتمع حتى هو يعاون هاد الناس هادوما نرأفوا يكون العطف للاباء المرأة الحامل نعاونوها شي شويه الشغل ديال الدار هي خصها تتحرك ولكن ما ديرش واحد الشغل اللي هو كثير باش هاد الجنين يطلع في واحد الحنان في حضن وسط الحضن ديال الام ديالو ومن يخرج كذلك يعيش في واحد وسط ديال واحد الحضن ديال واحد المجتمع اللي هو يكون مجتمع جيد. نعم نعم غادي نمشيو هاد المره من بعد ام خديجه نستقبلوا معنا ام ياسمين من مدينه مكناس. مرحبا بك ام ياسمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. صباح النور. صباح الخير دكتور بشنيني. بغيت عافاك عندي بعض الأسئلة على بنتي عندها عمو 3 شهور. أييه. ما كتاكلش ليا كاع بصفة نهائية كنسقط على الماكلة مدة ديال 3 شهور ولا أكثر. فاش إلا كلات يعني وجبة إلا كلاتها في النهار حتى الليل كندير لها بلبولة مع فواكه الجافة بحال كنطيبها البلبولة مع شوية ديال الزبيب ونحك لها فيها شوية ديال اللوز ولا كركاع ولا الكاجو. ما عرفتش هادشي واش يعني ما غيضرهاش وهي في هاد اللاج هذا. نعم. وقالوا لي دير لها شويه ديال الحلبه وما عرفتش واش غادي تضرها ولا لا يعني كفاتيح الشهيه حلا شويه ديال الشهيه. ام ياسمين سولك استاذ الحليمي واش بنتها مازال كترضع واش كتاخذ الحليب ديال الام رضاعه طبيعيه؟ كترضع ايه ولكن هي كترضع وكترضع يعني باستمرار على طول النهار ومؤخرا دابا حتى الرضاعة ولات مرة غير في الصباح في العشية حيت كتعرف من الوزن ديالها انا كنقص شوية الحليب. شحال الوزن ديالها؟ فاش كانت عندها عام ديتها عبرتها لقيتها 9 و800. 9 و800 نعم. دابا عام و3 شهور. وبالنسبة للحليب ما كتشربش ليه الحليب نهائيا وماكلة الا ما كتاكلش كاع دابا مؤخرا ولات كتهضري لي على كتاكل نعم. قصدتي بالحليب واش الرضاعه الطبيعيه ام ياسمين ولا لا الرضاعه الطبيعيه كتاخذها صاف واخا الحليب يعني الحليب ايه مفهوم 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 نعم. شكرا بزاف واخا دابا قلتي في اليوم ممكن انها تاكل وجبه وحده في النهار كامل في النهار كامل ولا يعني كاع تحلات لها شهية تاكل شويه تاكل شويه ديال البسكوي ولا ياغورت ولا شي حاجه هكا ديال الزنقه ما تاكلش ديال الدار نهائيا. نعم اسمح لي غادي نجاوبك ان شاء الله. واخا الخضر ما حاولتيش معاها ام ياسمين الخضر ما حاولتيش انك تدخليها في الغذاء التكميلي؟ الخضر مره الا خدات لي شويه ديال الصبام شحال شحال مده طويله وتكون فيها العطريه وتكون فيها الملح يعني بحال اللي كناكلو حنايا تكون كامله ماشي ما تكونش زعما ناقصه ديال الدراري صغار. نعم واخا ام ياسمين جاوبوا ان شاء الله على السؤال ديالك والف شكر لك. وربما استاذ الحليمي هذا هو الفخ اللي سباق وتكلمنا عليه شحال من مره للاسف يا استاذ فعلا. شوفوا استاذ الحليمي انا كنقول لانه حتى انا ام وسبحان الله راه وليداتنا كيتعلموا منا كل شيء الصغيره والكبيره. فهي قالت ان البنيته كتاخذ البسكوي وهذه الامور كامله نقول لها استاذ الحليمي باش غيجاوبك غيقول لك البسكوي فين عرفته البنيته كل ما جبتيش انت للدار البنيته عمر ما كانت غتعرف البسكوي ولا الملحه خاصها تكون الملحه ناقصه الاطفال في هذا اللاج هذا ما كيعطيوش اصلا الملحه. وشوفوا استاذ الحليمي انا غير بدافع الفضول لانه الحمد لله مع المستمعين الكرام كنتقاسموا كل شيء. انا الوليد الوقت اللي بديت له المساله ديال الغذاء التكميلي بدا كياخذها بطبيعه الحال كل ما هو طبيعي بلا ملحه بلا عطريه بلا حتى شي حاجه الا كان مغرض التنسيم كتكون نقطه ديال الزيت البلديه. واحد النهار قلت غير بغرض الفضول غندير واحد التجربه فعطيته من الماكله من الطاجين ديالنا حنا رفضها ما تقبلش ذاك المذاق نهائيا رفضوا. فسبحان الله الوليدات علاش ما علمناهم. نعم هو دابا حنا الاطفال كنقول بعض الامهات كيذوقوا الماكله ديال الاطفال مثلا كتكون الام كتجي كتذوق الماكله ديال ولد اختها ولا بنت اختها كتقول هذه الماكله باكل باس لك كيفاش كياكلها؟ الدري ياكلها. اييه انت راه عندك 30 عام
يعني راه ولفتي واحد المذاق ديالك المالح. نعم. ما تحكمش على واحد الدريدي باقي عنده واحد عام. انا كنظن ام ياسمين مازال خصها الاشتغال. جو بونس ان النمط ديال التغذيه اللي كدير للطفله ديالها لا هي متبصره للنمط الفيزيولوجي. نقولوها لها بصراحه خاطئ. صراحه باش نكون خاطئ. خاطئ تماما. لان حدا الحمد لله اليوم الصباح اتصلوا بنا ام ايمن، ام خديجه، ام ياسين. الجيل ديال الامهات والجيل ديال الاطفال. نعم. نتمنوا ايمن وخديجه وياسين يكونوا الجيل ديال غدا. مادام كنهضروا على الجيل ديال غدا الا وعدنا غير على هذا الجيل هذا. التغذيه اللي كتحاول تعطي للطفله ديالها لا تمت بصله للتغذيه اللي خاصها تكون. اللي غنصحها انا وانا ترجع للحلقات ديال الغذاء التكميلي اللي درناها في ماد راديو وتعاود ترجع وترتب الافكار ديالها. لان يعني مادام كتهضر على بيسكويت تهضر على هذه الاشياء ما كيبغيش ياخذ هذه الاشياء، شكون قال هذه الاشياء خاصنا ناخذوها اصلا باش نشوفوا الطفل واش ياخذها ولا ما ياخذهاش. الطفل كياخذ غذاء تكميلي كنا هضرنا عليه بالتفصيل قالت لك مره مره كنديروا. اول حاجه الطفل عنده وزن عادي. يعني لا 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 الطفله يعني 10 ديال 9 ديال كيلوغرام و800 في سنه وزن جيد جدا. نعم تقريبا 10 كيلو. نعم هذا يوحي ان الطفله في نمو جيد. يمكن حنا واقيلا واش دابا استاذ عفاف الا شفنا الى حد الى حاولنا نشوفوا في عمق المشكل. حنا ماشي كنأنبوا ام ياسمين ولا هذه، حنا فقط نتحدث بصراحه. الى حاولنا نشوفوا الطفله شنو كتاكل غنلقاوها كتاكل مزيان، ولكن الامهات خصهم ياكلوا بالكميه اللي حنا خصنا كما كنشوفوها حنايا. فهنايا باش لوكاليزيو لو بروبليم حنا ملي كنشوفوا الوزن ديال الطفله دابا غيكون فيها 10 كيلو 500 ملي غتمشي توزنها 10 تلقى فيها 10 كيلو 500 غرام 10 كيلو 600 غرام، وزن جيد جدا عند الطفله عندها عام وشهرين. يعني بالنسبه لي انايا حنا كنقولوها الطفله ما كتاكلش، لان هادشي كنعيشو انا يوميا. ملي كتجي عندي الام ونسولوها شنو كتعطي للطفله هي كتقول لك انا الطفله ما كتاكلش كاع، يعني غنلقاو حنا الطفله ديال سنه وجوج غنلقاو فيها 6 كيلو ولا 7 كيلو ولا هادي. إذا بيا ملي كنهضروا مع الآباء ونحاولوا نتبادلوا المعلومات كنلقاو باللي هذه الطفلة كتطلب فواكه وهي اللي خصها تاخذ، وأن الأمهات دابا كيسوقوا الفواكه هذا خطأ فادح. نعم. كتطلب هاد الصوبة خصنا نعطيوها الصوبة، قالت لك كدير تشيشة بالمكسرات، بالنسبة لي أنا المكسرات ما غديرهاش أكونديسيون أنها ما تكونش بالملحة. نعم. كنشوفوا كنلقاو الطفل الام كتحط له واحد الوجبه اللي جات ليست بوجبه فطريه اصلا ما دخلاش في الفطره ديالو. في نورمال غيرفض هذاك. اي كائن بشري على وجه الارض ولا مخلوق غيجيه الجوع غادي يمشي يقلب على الاكل. واحد النهار كتقالت لنا واحد الاخت كنشكرها استاذ عفاف قالت لك الاطفال يحسوا حطوا حداهم الماكله ونساوهم ونساوهم وما كيتفكرونا وكيجيو ياكلوا. فبالنسبه لي انا الطفله اللي نقول ام ياسين جو بونس بقى في المستوى الثاني والثالث، الناس راه وصلوا للمستوى العاشر، حاول انها توصل، ما فيها باس نطلعوا درجه بدرجه ما نقزوش، درجه بدرجه ترجع للحلقات ديال الغذاء التكميلي اللي هضرنا عليه في الحلقات في برامج ماد راديو، وان شاء الله غتلقى الاسئله الاجوبه الشافيه اللي ممكن انها تخليها كيفاش تعود هذه الطفله ديالها على تغذيه جيده. نعم. وفعلا استاذ الحليمي وغير باش نقول الام ياسمين راه هادو امهات اللي يعني في الاول راه كانوا بحالك وكانوا حتى هما كيعانوا من هذا المشكل. من بعد كانت واحد الام اللي هي من بعد المعاناه ديالها مع الوليدات ديالها وما كياكلوش ودائما عندها الشكوى ودائما فهي وصلت لهذا الحل. والحمد لله قالت بقيت متبعه النصائح ديال استاذ الحليمي وتبعكم في برنامج صحه وسلامه واستفدت. فشنو ولات كدير؟ كتحط الماكله فوق الطبله وقاس ما بقيتش كنقول لهم كولوا نهائيا. فهما ولاو الوقت اللي كيحسوا بالجوع كيجيو كياكلوا بوحدهم. ولكن اشنو كياكلوا؟ كياكلوا الماكله اللي هي صحيه، كتحط فواكه فوق الطبله، كتكون خضر، كتكون وجبات اللي هي طيبه في الدار، ما كتكونش شي حاجه اخرى، ماشي بيسكوي، ماشي امور اخرى اللي هي مصنعه. استاذ عفاف بدافع الجوع. نعم. انت ملي كتعطي لولدك بيسكوي وهاد الاشياء هاديه كتخلي الطفل شبعان. كيبقى الطفل شبعان مستحيل ياكل. الاخت كتقلب على الشهيه، الحلبائيه فاتحه للشهيه، ولكن الحلبه ما كنعطيوهاش للطفل في هذا السن هذايا بهذه الدرجه، لان كطلع لنا الالات والاساط الجي بي تي والجي او تي ديال هي اللي خصها تاخذ الحلبه. علاش؟ لان سميت الحلبه لانها تدر الحليب. نعم. بالنسبه لها هي غتشوف دابا الا مثلا سولنا احنا ماشي التانيب فقط، احنا الاطفال بغيناهم يكونوا مزيانين. كاينين الناس دابا نسولوا ام ياسين هي تقول لك انا ما عنديش مع الحلبه، ما كتعجبنيش الحلبه. وتعطيها للطفله ديالك اللي جايه منك، يعني من الميولات ديالك انت. في الجينات ديالنا راه كاين ميولات غذائيه وكاين كل شيء في الجينات ديالنا، غير التعبير ديالهم هو من يختلف. اذا بالنسبه لي انا الحلبه من المفروض
انها تاخذها هي لا فاتح الشهيه ما يعطيكم الخير. الاطفال ديالكم هذه الاشياء فاتحه الشهيه لا بعض الاشياء اللي كنشريوها فاتحه الشهيه الله يعطيكم الخير. اطفال بعدوهم على هذه الاشياء هذه ماشي هذه الطريقه هذه كاينه طريق صحيح اللي خاصنا ناخذوه. كاين راه كاينه 200 و300 و1000 و2000 طريق طريق وحده اللي كتخرجنا للطريق الصحيح وحنا كنحاولوا الناس اننا نردوهم لهذا الطريق. هذا هو الهدف ديالنا. نعم نعم غادي نمشيو نتواصلوا هذا المره في مكالمه اخرى مع منعم معنا من الفقيد بن صالح. منعم الى سمحتي بعد على الراديو سمعنا من التليفون ماشي من الراديو. منعم شكرا جزيلا صباح النور. سي كنشكركم على هذه المجهود اللي كديروا. العفو مرحبا. كنشكر الدكتور حليمي. افكر عندي بعدا كنتمنى شي نهار تكون شي محاضره هنا في قيل صالح ولا بني ملال ان شاء الله يدون هذا بوسد حليمي لانه كاين طلب كثير بني ملال ورفقي بن صالح صراحه من المكالمات ديال المستمعين الكرام. اختي حيت ماذا بينا والله الا كنتمنى شي نهار ان شاء الله الدكتور حليمي انه عندهم محاضره هنايا. وعفاك عندي 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 بنيه عندها عام وست اشهر. اييه. وعندها الحراره كتطلع لها غير في راسها. نعم. ما عرفتش انا ديتها عند اختصاصي قالت لي راه ماشي مشكل. مره واحده اخرى ديتها ليرجونس قالت لي لا راه كاين مشكل انا ما عرفتش شنو ندير. نعم. الوقت اللي كتقيس الحراره ديالها منعم شحال كتلقى في الحراره شحال كتوصل؟ نهار ديتها ليرجونس لقيت 39. 39 نعم. وي ونهار ديتها للطبيبه الاختصاصيه لقيت بين تقريبا 38. نعم. 38 قالت لي. وي شحال قلتي في عمرها منعم؟ عام؟ عام وست شهور. عام وست شهور نعم. وي عندها رضاعه طبيعيه. أيه. الوزن ديالها تقريبا 11. اييه. نعم واخا نعم الحاله ديال السنينات ما قالتش لك الطبيب على ود الاسنان ديالها؟ لا الحراره تقريبا كطلع لها من نهار الزاد. من الاول اي قبل المرحله ديال التسنين ديال الاسنان. قبل. نعم واخا منعم واخا نجاوب بارك الله نجاوب على سؤالك. شكرا لك منعم تواصلتي معنا من الفقيه بن صالح شكرا جزيلا لك. تفضل استاذ الحليمي. نعم هو فعلا حنا كنا هضرنا على درجه الحراره. نعم. في حلقات ماضيه وقلنا كاين ميكانيزم في الجسم ديالنا كتسمى لا تيرموجينيز. لا تيرموجينيز هو كيفاش الجسم كيحافظ لان حنا ذوات الدم الساخن كيحافظ على 37 درجه لان هي الدرجه اللي كتستغل فيها الفيزيولوجيا ديال الجسم. وما يؤمن توازن ديال هذه الحراره هي الغده الدرقيه بالدرجه الاولى زائد هرمونات منها سيستم اللي كنسميوها غينين انجيوتانسين الدوستيرون زائد كنزيدوا عليه الفاسوبريسين اللي هو الهرمون اونتي ديوريتيك. هادو هما اللي كيتحكموا في نسبه الماء والماء هو اللي اذا بالنسبه اللي كيضمننا حنا درجه الحراره ديال الجسم. اذا بالنسبه ليدغاتاسيون يعني شرب الماء كيبقى ضروري جدا. واخا نعطي مثال بسيط باش نوضحوا لان للاسف كنشبهوا بالمثال ولكن ما عندناش مثال من غير هذا. هو مثلا السياره الا نقص لك الماء في الرادياتور راه ممكن تاع درجه الحراره توصل لك ل 100 توصل لك 120 توصل غير كتخدم فيها الترموستا. الترموستا بالنسبه لنا حنا هو المهاد هو ليبوتالاميوس. فبالنسبه لي انا لا 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 الاخ الكريم الاخ منعم خاص ضروري يكون استشاره طبيه باش نشوفوا واش كاين مشكل في الغده الدرقيه واش كاين في مشكل في الاعضاء الاخرى. لان اذا كانت مثلا مساله عابره مثلا الطفل مثلا عنده ارتفاع درجه الحراره علاش؟ دخلت بكتيريا ولا دخل فيروس الجسم ديالنا عنده واحد القدره انه يهاجم هذه البكتيريات بهذا ارتفاع درجه الحراره. دايوغ دابا راه كاين بعض العلاجات في العالم كل العالم كتسمى لابيغوثيرابي. لابيغوثيرابي هو العلاج بالحراره. اذا حنا بالنسبه لنا الطفله غير منطقي انها من تزاد وهي كترفع درجه الحراره حتى 39 لان اللي غيوقع هو انها غادي تاثر على ليمينانج ديالها على السحايا ديالها. اذا بالنسبه لي انا يا ضروري أن تمشي عند مختص في الأطفال بادياتر ويشوف شنو الأصل ديال هذا المشكل هذا. فقط للإشارة أنا كنت في بني ملال ودايوغ المدينة اللي كنمشيها كنشوف أنايا الناس ديال بني ملال كيتبعوا ماد راديو بواحد الدرجة كبيرة. وصراحة في السنة قبل الصيف كانت عندنا غتكون برمجة في قاعة من القاعات من أجمل القاعات اللي يلا بدات العمل في بني ملال. أيه. غير الاسباب التنظيميه ما تمش البرمجه ديال هذه المحاضره هذه. نعم. ما كاينه
مخططات ان شاء الله باذن الله في محاضره في مدينه بني ملال. هذه ماشي حيت مسائل اخرى، ولكن كانت البرمجه في الموسم الماضي محاضره في بني ملال وباقى قائمه ان شاء الله باذن الله. غير تسالي هذه المسائل الاداريه مع الناس ديال القاعه ان شاء الله باذن الله، غادي يكون ان شاء الله تسهيل ان شاء الله، وغادي نديروا محاضره في مدينه بني ملال. لان مشيت انا بني ملال وشفت الناس فعلا، الناس كيتبعوا ماد راديو، ضيغ الاشارات ديال ماد راديو باينين في مدينه بني ملال، يعني الناس كيتبعوها بنسبه كبيره، وكان وعدهم ان شاء الله ما دمت حيا، هذا الشرط الوحيد ان شاء الله نجيو لمدينه بني ملال. ضيغ راه غادي يحاولوا الناس ديال فقيه بن صالح، الناس الموحد تمايا، انهم يزورونا ان شاء الله باذن الله. نعم ان شاء الله. استاذ الحليمي غادي نمشيو باش نجاوبوا ايضا لمجموعه من الاسئله اللي كانت وصلتنا. نعم. وغادي نمشيو. نعم. للسؤال اللي هو توصلنا به مع مصطفى، كيقول لك الله. نعم. يخليك استاذ الحليمي، بغيت نعرف واش الكرموس الهندي اللي مازال كنشوفوه كاين، واش مازال صالح للاكل؟ واش مازال هذا الوقت ديالو؟ نعم، هو الكرموس الهندي مساله ما كيبقاش صالح للاكل، كتكون باينه. نعم، الهنديه كتولي حمراء بزاف، ملي كتبغي تقطعها بالدارجه حنا كنقولوا كتعفس لك في يدك، اصلا ما كتبغيش تقطع. أيه. هذه غير صالحه للاكل. اما دابا الان الناس كيقول لك لا الكرموس لا، لكن بعض النوع حنا في منطقه الشمال كنسموه. أيه. عودي. شنو معنى عودي؟ كيعاود. نعم. وشوف سبحان الله، شتي هذا الكرموس كتلقى وحده طايبه، وحده نص طياب، وحده باقا خضراء. أيه. هذا الشيء يوحي ان المده راه كطول. اما اذا كانت الكرموس الهندي باقا هكا وقابله ان نقشروها وباقا شاده راسها وصاينه، بالعكس ما يمكنش. بالنسبه لي انا هذه صالحه للاكل. نعم. نعم، غادي نمشيو لسؤال اخر من عند رشيده، كتسولك بخصوص الرمان. استاذ الحليمي قالت على. نعم. انها قرات في احدى الدراسات ان الرمان كيساعد الوليدات على التركيز وكينمي الذكاء ديالهم، وبغيت. نعم. تاكد منك واش هذه المعلومه صحيحه ولا لا، واش الرمان عنده هذه القدره بالنسبه للوليدات؟ اكيد الا رجعت الحلقه ديال الرمان قبل الدراسه غتطلع ترجعي للحلقه ديال الرمان اللي هضرنا عليها، هضرنا على هذه المساله هذه. واذا سمحتي لي استاذه عفاف. نعم. بغيت نوضح هذه المساله. اييه. عاده الناس ديال النقرس لاغوت. اييه لاغوت، كيقولوا لهم حيدوا اللحوم والحوت وهذه الاشياء هذه. اييه. المعلومه غير كامله. علاش؟ لان اللي كيضر الناس ديال النقرس هو السكر. نعم. بالدرجه الاولى. اغلب الناس وحتى ما عارفينش هذه المعلومه هذه، ماشي حنا كنقولوا حصريه ولكن كنقولوا فقط للافاده. علاش؟ لان السكر هو السكروز. ملي كنقول السكر كنقول الحلويات، كنقول بزاف ديال الامور. وكاينه واحد المغالطه كبيره جدا، ديك الساعه نديروا لها حلقه خاصه ان شاء الله. هو الدراسه اللي كتهضر على الفريكتوز وعلاقته بلاغوت. الفريكتوز مي داروا الناس عليه الدراسه، مشاو خداو السيرو ديال المايس ديال الذره. ماشي الفريكتوز ديال الفواكه، يعني الفريكتوز ديال الفواكه معاه لي فيتو نيوتريمون، معاه بزاف ديال الامور اللي ما كتخليش هذا الحمض اليوريك يتكون. الناس اللي عندهم اللي عندهم لاغوت واللي عندهم لاسيد اوريك طالع، لان لاسيد اوريك ممكن يجي من الزهور، ممكن يجي من لي بيغين اليمونتيغ اللي كناخذوهم، ممكن يجي من الكاتابوليزم، من التدمير ديال الخلايا ملي كتجددوا، كيجي من الاد ان كيولي كتعطينا هاد المسائل لي باز ازوتي اللي كيتسماو. الوغ هاد البيغين كيجيو وكيخرج عبر الكلية وكيخرج عبر الامعاء، وخاص الكبد يكون ناشط، لان الكبد هو اللي كيفرز واحد الانزيم سميتو الاوريكاز، هو اللي كيقطع لنا هذا لاسيد اوريك. عبر الكليه كيخرج بالاحماض اللي كنسميو حنايا لغات، اما ديال 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 الصوديوم ولا ديال الكالسيوم ولا ديال الامونيوم. ما غاديش نحاول ندقق في هذه المسائل، اللي بغيت ندقق فيه. نعم. هو ان الناس اللي عندهم لاغوت خصهم يحيدوا الحلويات والسكر، هذه عقلوا عليها الله يعطيكم الخير. علاش؟ لان السكر هو السكروز، والسكروز مكون من جوج ذرات ديال ذرات الجلوكوز وذرات الفريكتوز. نعم. الوغ انت ملي كتاخذ هادو شنو كيوقع؟ كيطلع الفريكتوز بالسكر والحلويات، كيطلع لاسيد اوريك، كيهبط لا بيو ديسبونيبيليتي ديال المونوكسيد دازوت. ملي كيهبط هذا ممكن يعطيك حتى الفريكتوز دابا اللي كاين في السكر، يؤدي مباشره للريزيستانس للانسولين، السكر النوع الثاني. دايوغ طالع لاسيد اوريك، الناس كيسحبوا معايا لاغوت. لاسيد اوريك الا طالع ممكن يكون عندك سمنه، ممكن عندك مشكل في الكليه، الحجر في الكلاوي، ممكن يكون عندك السكري النوع الاول. راه ماشي غير لاغوت، لاغوت اخر حاجه. داكشي علاش كنحاولوا عفاكم نعطيو المعلومات بشكل دقيق، باش ما نبقاوش حيد اللحم حيد الاسماك صافي بهذه الدرجه هذه. نعم. نعم، إذا سمحتي غادي نمشيو لسؤال آخر من عند مروان. نعم. أستاذ الحليمي كيقول لك الله يجازيك بكل خير، وإن شاء الله كنتمنى ونشوفك عندنا أيضا في مدينة سطات، وكيسولك الله يخليك أستاذ الحليمي، أشنو الفرق ما بين داء السكري اللي كيعطي سمنة كيزيد في الوزن، وداء سكري آخر اللي كيضعف الإنسان؟ واش كاين فرق بيناتهم؟ أكيد،
حنا عندنا داء السكري كاين تقريبا واحد ربعة الانواع، ربما الناس كيشوفوا غير جوج وثلاثة. كاين السكري النوع الاول اللي ما كاينش الانسولين، ما 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 غاديش ندخل في التفاصيل لان كلشي كيهضر على الانسولين. مي الانسولين راه ما كتخدمش بوحده الا ما كانش عندك جي 3 بي بي، الوغ هادو ما ربما ما كنسمعوش هاد الاشياء هادي. الانسولين ما تخدمش الا ما كانش معادن. الانسولين الوغ هادشي هذا غادي نديرو، انا كنوعد المستمعين غنديرو حلقه خاصه، ماشي حلقه، غنديرو ملف على السكري. الوغ كاين السكري النوع الاول اللي هي البنكرياس ما كتفرش الانسولين. أيه. كاين اسباب متعدده اللي ما كيتمش الاثاره ديالها وعندها علاقه بالتغذيه، غادي نهضروا عليها. هذا كينقص في الوزن، كيضعف. اييه كيضعف. كاين السكري النوع الثاني لا ريزيستانس، مقاومه الانسولين، يعني انت عندك الانسولين. أيه. ولكن ما كيوصلش للريسبتور ديالو. وهنا مثلا نعطي مثال، الليكتين، هادو مواد كاينه في الاغذيه المغيره وراثيا. مادة الليكتين كتخلي الانسولين ما يوصلش للريسبتور ديالو، احنا في مشكل. اذا كاين النوع الاول اللي كيضعف، اللي هو ما كاينش الانسولين. كاين النوع الثاني اللي كيزيد الوزن، علاش؟ لان كتزيد الخلايا الدهنيه وكيكبر، لان هذا كنسميو لا ريزيستونس للانسولين. كاين النوع الثالث اللي هو لو ديابيت جيستاسيونيل عند المراه الحامل. وكاين لو ديابيت انسيبيد كيكون مشكل في الفازوبريسين. عاد كاين لو ديابيت تيب 3 اللي هو الزهايمر، الناس ما كيعرفوش باللي راه الزهايمر. أيه. ولا الزهايمر هو ديابيت تيب 5. علاش؟ لان السكر ما كيوصلش لي نوتريمون، ما كيوصلش الدم، ما كيوصلش للخلايا العصبيه، والخلايا العصبيه كتموت. مي كتموت كتعطينا مشكل، وكيولي مشكل في الذاكره، وهذه عندنا مشاكل ان شاء الله. كنوعد المستمعين اننا غنهضروا على لو بخي ديابيت. أيه. ونهضروا على لو ديابيت، وغادي نعطيو اشياء معمقه فيما يخص التعامل مع الحياه ديالنا للوقايه وللعلاج. ولا تنسوا ان من الحكمه نعرفوا شنو كناكلوا، ومن الذكاء نعرفوا شنو كناكلوا. ولا تنسوا ان الداء والدواء في الغذاء، والمرض وارد والشفاء مطلوب، والوقايه خير من العلاج. والشكر الجزيل لك الاستاذ محمد الحليمي، اخصائي التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه، وموعد اخر ان شاء الله يجمعنا معك الاسبوع الماجي، بدايه من يوم الاثنين. جمعه مباركه مره اخرى لك ولكل المستمعين الكرام. احنا وصلنا لنهايه حلقه اليوم في برنامجكم صحه وسلامه، لكم اطيب وارق تحيه من عفاف ماجد، كانت معكم وراء الميكروفون. شكرا جزيلا لسامي عارف رافقني في الاخراج، وسامح عشوب مشكوره كانت في استقبال مكالماتكم. بقيت اوقات طيبه، قضيوها اكيد رفقه برامج الاذاعه القريبه منكم من راديو. إلى اللقاء.